يا الله. السلام عليكم شباب، اليوم بسوق الغزل ان شاء الله راح نصور لكم مقطع على مود الاسعار، اسعار الحيوانات، الحمام الملكي، الفناجس، شو نشوف بطريقنا نصور لكم. دجاج الاسبان شلون سعرها الحجي؟ 60 زوجي 60 والله عادي سعرها 60 الاسبانية هيك. هذا عسلي، هذا حمام ملكة عسلي. هذا المولى بيش هذا العسلي حبه؟ بيش العسلي؟ 40 عسلي. والجاوة هاي شو سعرها؟ 30 مويون تنزيل عناء. الجاوة ب30 عسالي. شو سعرها هاي حبيبي؟ تكون 75 هاي. صور هنا صور هنا. أفريقة لا هم؟ لا لا أفريقة. أفريقة هاي. حبيبي هلا. هذا شلون كوكتيل؟ شلون اسعاره نحطه؟ كوكتيل؟ شلون اسعاره؟ ليش؟ ملك ال 20 جاوة. كان ال 15. وي بارد بروحه. بنت بارد، ثمن بارد، عمير بارد، بيرنجه بارد، في بارد بروحه. هاي الساعة بوش هسه؟ بالخمسة ونص. ثمن بارد، عمير بارد، بيرنجه بارد. ليش يا أحمد؟ بالخمسة ونص ما شاء الله بهالعالم. هذا الحمام الملكي العادي، خلينا نشوف سعره ايش قد. عجب ايش هذا الملكي؟ 20 رحم الله والديك. والفنادس العاديه وقد الاصبع. ايش سعر هذا الهدد حق؟ ب40 بوكس. شو سعره الحجي؟ شو سعره؟ مليون. بالعادي. هاي نقص. أنا ثلاثة. أنا أصبر حبي. زيرايل. دون اسعار دون على 40 هذا دم كش روسي ما شاء الله بعد ما نزل كيف هاي طردنا الولد شو نسوي بدري هاي قرودة هاي هي جوالي ما حد شايل حبة هذا الدجاج هذا كوشن بس شو سوالفي هذا هذا بوليس هذا هم بوليش هذا الاسباني هذا جوا لا لو الولد ما موجود حتى نسأل على الأسعار نظيفات والله الوادن بس اديش تعبان هذا ان شاء الله ان شاء الله نجيب دجاج زينة بعد من ناحيته لأن هذا البوليش حلو هذا لونه كلش حلو هاي وينهم جماعة المناقير المحكوفة؟ قد مزعج هذا الغنم هذا الكنيور
شو اسمه؟ كنيور. كنيور؟ ايه. هذا ما اعرف. هاي المينا. طائر المينا؟ ايه هاي المينا. هاي براكيت اعتقد. السلام ورحمة الله. هاي الكمرليات حجي بيج ذني الكمرليات بيج ذني كمرليات ايه ايه 60 ايوان حجي شون سلام بالأحمر غير ابو حيد والعسلي شلون سعره هذا المشجر حجي 90 غير ابو حيد 90 غير ابو حيد 90 حجي مشكور رحمه الله هاي موزمبيق قد الساعة 90 70 70 شلون سعره هذا؟ صغير له هو حجمه صغير. ها. شلون سعره هذا الكوكب؟ 70 الزوج. قسم التلاد خلينا نشوف والله شو السلام عليكم شو سعرها؟ شو اسمها؟ بيجنس بيجنس؟ شا صورته مباعي شو سعرها هاي؟ هاي بثلاثين ألف شنو هي هاي؟ هاي ملاي ملاي هملايا راسه حلو صغير هملايا من باب الشرق شايف المون فيس راسه الكبرى نجيب لك هملايا من باب الشرق هاي هملايا اول داي عظمي تاي احمد تاي لك شلون يمشي بكسار؟ ما سعره هذا الاحمر؟ هذا ب 45 زوجي الاحمر والعادي ليش العادي؟ العادي 25 شلون سعره هاي الجامعة؟ هذا 45 هاي الفراولة زوجة 20 هذا الطبق مو هذا شلون سعره؟ 125 لك شعور يخبل شلون سعر عند الحجي؟ 71 70 هاي سعر الدرة الواحد 30 ألف
بلاش ب 30 ليش الفراش؟ شلون سعره من الحج؟ كله مشجع غير فحل؟ غير فحل؟ رحم الله شباب هاي جيت من سوق الغزل وبدت تمطر مطر قوي صعدت خليت اتفقد المحمية اكل ومي وانزل صراحة ما جبت شيء وياي من الغزل بس جبت نثية مع السمان ملكي لان تعرفون ذلني طلعا عدي في حلة اثنين ونثية واحدة فجبت بس هاي النثية واحدة لقيت خلي افتحها هاي طارت نثية واحدة بس جبت هاي النثية مال السمان